لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة، خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أنواعا من ظن الجاهلية من عقائد الكفار وأهل البدع والضلال في تفسيره لقوله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول: ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم، قال المقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر، هل لنا من الأمر من شيء،
لا يقصدون أن يثبتوا أن الأمر لله، وإلا لما حسن الجواب قل إن الأمر كله لله، إنما كما ذكرنا من قبل يعنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستمع لنصيحتهم ولم يستمع لكلامهم، وأنه لأجل عدم أخذ رأيهم أو عدم الاستجابة برأيهم حدثت الهزيمة. وقد ذكرنا من قبل أن كثيرا من الناس يكثر عند المصائب والهزائم والمحن البحث في الأخطاء الظاهرة، الأخطاء عسكرية أو أخطاء في القرارات أو أخطاء في طريقة العمل، وينسى أن هذه الأمور في النهاية هي أمور اجتهاد وليست هي التي ذكر الله عز وجل مطلقا في سبب الهزيمة. وأن الأمر ليس أن كان الأصوب عدم الخروج إلى جيش المشركين خارج المدينة، وكان الخطأ هو خروج المسلمين. المسلمون انتصروا بفضل الله في أول المعركة وقد خرجوا، فليس الخطأ العسكري بالبقاء بعدم البقاء في المدينة هو السبب الهزيمة، لم يذكره الله قط. ولكن هؤلاء لا يعرفون إلا الأمور الظاهرة، لذلك قالوا هل لنا من الأمر من شيء، يعنون أن الرسول لم يسمع كلامهم، لم يقصدوا إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله. قال ابن القيم فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله، ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليه بقوله قل إن الأمر كله لله. ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، إذ مصدر هذا الكلام الأمر كله لله اعتقاد الحق، وليس يمكن يكون اعتقاد الحق هو مصدر ظن الجاهلية، وإنما ظن الجاهلية مصدره عقيدة الجاهلية وسوء الظن بالله وعدم الإيمان الصحيح. يقول ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل ها هنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، لو كان كذا كان كذا وكذا، لو لم نخرج لانتصرنا، لو لم نخرج لما قتل منا من قتل. فهذا الكلام الباطل الذي يقع فيه كثير من الناس وينسون أن سبب المصائب والمحن والهزيمة والانكسار هو المعصية وهو المخالفة لشرع الله، حتى ولو كان الأمر محتمل أن يكون خطأ عسكريا، فالله عز وجل يجعل من الأسباب الضعيفة أقوى الأسباب، ويجعل ربما من الخطأ الذي هو أمر اجتهادي يجعل الله عز وجل طالما أنه دون معاصي ودون ذنوب يجعل الله عز وجل من وراء ذلك الخير الكثير. العبرة لا نعني أن لا نأخذ بالأسباب، ولكن لا نقف عندها ونتعمق أيضا في قضية الأسباب لنفهم أن هناك يعني نوع أشد تأثيرا من الأسباب، وهو قضية أحوال القلوب وأعمال القلوب وما يكون عليه حال الجيش في الطاعة والمعصية وحال الطائفة عموما وحال الأمة عموما. فلا بد أن نعرف أن هذه من أكبر الأسباب، وليس فقط أن السبب مثلا أن الأسلحة كانت قديمة مثلا أو التخطيط العسكري كان خطأ أو نحو ذلك، إما تبرر به الهزائم دائما. دائما أعمال القلوب هي سبب المشكلة. وأنت والله لو تأملت يعني ما يقع في المعارك تجد أن قضية التفاوت في القوة المادية يعني تجد على أرض المعارك أمرا يختلف تماما عن الموازين المادية المحضة، تجد أعتى القوة والجيوش ربما تعجز أمام أفراد معدودة ومحدودة. وعندما تبدأ أعمال القلوب الفاسدة من الغش وتعلق بالدنيا وبيع القضايا وبيع الأديان والأوطان والشعوب بالمال وبالشهوات، هنا يدخل الأعداء، وتجد أن مرد الأمر في الهزائم إلى أعمال القلوب. الأجيال سوف تعاني وتعاني فعلا، أجيال متتالية،
يعني هزيمة وقعت وأرض سلت مثلا، سببها أعمال قلوب طائفة من الأمة أو جيل من الأمة، وأحوال هذه القلوب والمعاصي والمنكرات التي أدت إلى حصول البلاء ونزوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يعني القضية قولهم لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو استجاب الرسول، لو كان الرسول وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، هذه القضية قضية أهل النفاق الأكبر منه والأصغر. يقول أكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء. فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله. هذا أمر عظيم الأهمية في المحن والشدائد، وهو شهود القدر، هذا الذي يدفع القلوب إلى تجاوز المحنة وإلى التقوي خلالها بما وقع من أمور عظيمة تزيد الإيمان، تزيد الإيمان بفضل الله عز وجل ينتفع المؤمن به رغم شهود التقصير. وليس التقصير هو عدم اتخاذ القرار الصحيح عسكريا مثلا، الشهود التقصير كان هو مخالفة الأمر، كان فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، كان هذا هو شهود التقصير مع شهود القدر. لأن شهود التقصير المحض، شهود التقصير مجردا، عن شهود القدر يدفع إلى اليأس وإلى قتل النفس، قتل المعاني الطيبة التي في النفس. ليس المقصود من لوم النفس وعتابها والسعي في تهذيبها وإصلاحها أن يجعلها الإنسان، يجعل الإنسان نفسه دائما يعني بحيث ييأس من رحمة الله عز وجل ويظل يعني يبكتها و يعني يذمها حتى يصل إلى تيئيسها من رحمة الله عز وجل، بل لابد أن يرى الجوانب الإيجابية ويستثمرها والجوانب السلبية ويعالجها. وليس مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان وأئمة السلف اتباعا للكتاب والسنة، بمذهب ليس مذهبهم كمذهب طائفة من المتأخرين يسيرون على مذهب أقول جلد النفس، وليس بمعنى الصفات المذمومة لكن بمعنى ذات الإنسان، أن يرى نفسه دائما بأحط المنازل وأنه الهالك الوحيد ويجزي نفسه بالهلاك، كما قال مثلا أنه ما حاسب نفسه قط إلا ودد نفسه مرايا، إلا أن يكون كذلك، لكن أن يرى نفسه على الدوام لم يعمل عملا صالحا قط، ليس هذا الذي أمر الله عز وجل به، لم يخلص لله طرفة عين، هذا لم يأمر. إذا كان كذلك نعم يبقى إنسان أصلا من الداخل فاسد، ولكن هذا يذكر في كثير من كتب التهذيب على أنه مثال لما ينبغي أن يكون عليه الصالحون، وهذا ليس كذلك. الله عز وجل أمرنا أن تكون، أو وصف المؤمن أن تكون قلوبهم وجلة، يخافون أن لا يخلصوا، لأن يكونوا أن لا يكونوا أخلصوا لله، لكن لا يرجون فيه دائما بأنه بحط المنازل وأنه دائما أسوأ الموجودين وأنه هو الهالك الوحيد، ليس هذا هو الأمر المطلوب. ولكن كما أنه لا يزكي نفسه ولكن يرجو القبول ويخشى عدم القبول ويجتهد في إصلاح العيوب، وكما ذكرنا ليس يرى يعني ليس فيه إلا ال- 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 النقص الدائم، وإنما كما ذكرنا يرى جوانب إيجابية، فضل من الله ونعمة ورحمة منه عز وجل يزيد منها ويستثمرها، وجوانب سلبية يعارضها ويشهد القدر في كل ذلك، والله أعلم. يقول فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أم لم يشاءوه، وما جرى عليه من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن لكم،
سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد، سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين ينفون القدر، الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع. بسبب كلام القدرية ده، لأنهم جعلوا الأمر الشرعي والكوني شيئا واحدا، لم يجعلوا الإرادة إلا الإرادة الشرعية، ووجدوا أناسا يخالفون شرع الله عز وجل، فكان عندهم أن هذه المعاصي وقعت بغير إرادة الله، التي عندهم كما ذكرنا ليست إلا شيئا واحدا، ليس هناك إرادة شرعية ولا كونية. فقالوا يقع في ملكه ما لا يشاء، يقع في ملكه ما لا يريد، ويريد ما لا يقع، يشاء ما لا يقع، لأن الإرادة الكونية عندهم هي الشرعية، فليس عندهم إلا نوعا واحدا. فهذا الكلام الذي في هذه الآية، هذا الرد على المكذبين للقدر في هذا الموضع، هو أوضح رد عليهم، لأن الأمر الذي وقع وقع بإذن الله، وهو أمر مكروه شرعا، فلا بد إذن أن يكون هناك فرق بين ما أمر الله به شرعا وبين ما قدره وأراده كونا. هل يمكن أن يقع يعني أناس في هذا المقام فيما بعد ذلك؟ كما ذكرنا هذه الدروس المستفادة من قصة غزوة أحد، يعني يستفيد منها المؤمنون في كل زمن وفي كل مكان. الأمر يقع، لا تكاد تقع محنة وهزيمة إلا وتجد هذه الأمراض التي وقعت من المنافقين، ومن من عندهم بعض النفاق، وممن ضعف إيمانهم، وممن وقعوا في بعض المعاصي حتى من أهل الإسلام والإيمان وقعوا، إلا وتجد مثيلها دائما يقع. فقد تجد عند نزول المحن والشدائد من لا يعني يقوى شهوده للقدر، ومن لا يقع منه التفات إلى الأسباب الباطنة للهزيمة، سوف تجد كل ذلك. وتجد من يلوم دائما أنكم لم تسمعوا كلامنا، ولو سمعتم كلامنا لما جرى ما جرى. تجد هذه الأمراض موجودة، ولكن بدرجات متفاوتة. هناك من يكذب صراحة بالقدر، وهناك من يضعف شهوده ويتعلق بالأسباب المادية دون الأسباب الباطنة التي هي كما ذكرنا أعمال القلوب، والتي هي المعاصي والذنوب، الأعمال التي أدت إلى الهزيمة والتي أدت إلى الكسرة، ونسأل الله العافية. فسوف تجد هذه الأمور موجودة وقائمة في كل هزيمة تقع وتحصل، فلا بد أن نستفيد من هذا الواقع. وما أكثر حاجتنا، أشد حاجتنا في هذه الأوقات إلى الانتفاع بهذه الدروس التي كانت في غزوة أحد، وذلك أن شهود القدر في هذا الموضع مع شهود الأسباب الباطنة كما ذكرنا، أو الأسباب التي هي متعلقة بالأعمال من كونها طاعات ومعاصي، من أهم ما يلزمنا في هذا المقام، وتعظيم هذا الشهود حتى يكون الإنسان يعني يمتلئ قلبه إيمانا بأن الأمر كله لله، وهذا يدفعه إلى الاستعانة بالله وكمال التوكل عليه، حتى يعني بكمال التوكل على الله والاستعانة بالله عز وجل تتحول فعلا كفة الميزان لصالح أهل الإيمان. يعني الواقع المرير الذي تعيشه الأمة، ويعني يؤلم كل يعني من في قلبه شيء من الحياة. الإنسان يعني يأتيه أحوال يقول الوضع لا بد أن يتغير، وليس يعني هذا الحال للمسلمين بحال تستمر معه الأمور، ولكن كما ذكرت لا بد أن نتغير تغيرا عميق الجذور، وأن نعرف أسباب الذي حدث لنا والذي يحدث لنا دائما، وأن الإيمان للطائفة المؤمنة وهي المعتبرة. الكلام دائما ليس على الكثرة التي على التي مثلها كغثاء السيل، العبرة بالطائفة المؤمنة التي هي الأمة في الحقيقة، التي هي الطائفة المنصورة الظاهرة على حسب أعمال
القلوب وأحوال القلوب وأعمال الجوارح، وعلى حسب شهود معاني الإيمان عند أفراد هذه الطائفة. إذا كان التغيير قويا استعانوا بحول الله وقوته فألان الله لهم كل صعب، ألان له الحديد. إذا كان التغيير سطحيا، إذا كان الالتزام ظاهريا ويعني لم يدخل إلى الأعماق، لم تنبت الأرض الأمر المطلوب، لم تنبت الزرع المطلوب والتغيير المطلوب، أرض القلب لم تنبت التغير المطلوب، لأن القلوب بعد لم تتغير، ما زالت ضعيفة، ما زال الإيمان فيها ليس راسخا. ومن هنا يأتي الاستمرار الحال على ما هو عليه، ونسأل الله العافية، وتسلط الأعداء بطرق مختلفة. لابد أن يكون التغيير يعني من جذور القلب. إذا كان التغيير بهذا بس فعلا، والله لو أن إنسان يعني يرى نفسه وغيره حين يتلو آية أو يقول ذكرا من الأذكار، بعض الإنسان في أحوال معينة أشعر أن الذكر فعلا لو أن الإنسان استحضره بالفعل لتغير الكون به، والله يمكن أن تتغير ليس الأرض فقط، يمكن أن تتغير موازين الأرض والسماوات لو أن الإنسان استحضر صفات الرب عز وجل ويعني عمل بها، يعني عمل بمقتضاها بقلبه، يمكن بالذكر أن تتغير فعلا. ما يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لو الإنسان استحضر بقلبه معاني الذكر يظل للتكرار من مصروف الأذكار، لأجل أن هذا التكرار لو أن الإنسان ما قالوش بمجرد اللسان فقط ووصل فعلا وقلبه عشان يوصل للقلب عشان يدخل إلى يعني أعماق القلب يحتاج مجهود كبير جدا، وخصوصا عندما تكون العوامل الخارجية صارفة لقلب الإنسان عن الحضور، فيحتاج إلى مجهود كبير. هناك سرعة تكرار، المشكلة أنه ممكن يكون تكرار باللسان مجرد، يقوم الذكر ما يأثرش ويقوم بالتالي لا يتغير الواقع. لكن فعلا ذكر مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو التسبيح أو غير ذلك من الأذكار التي وردت في الكتاب والسنة، أو تلاوة الآيات وتلاوة القرآن، فعلا من الممكن أن يغير تغيير جذري، مش بقول في الإنسان، ده بقول يغير في الأرض كلها، يغير في الكون فعلا. انظر إلى دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كيف غيرت وجه الحياة على وجه الأرض، بل غيرت الأرض والسماوات. يعني دعوة نوح عليه السلام، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، التي استوجبت غضب الرب، يعني بها غضب الرب عز وجل على قوم نوح حتى أرسل السماء عليهم، يعني يعني فتح الله عز وجل أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تغير وجه الحياة على وجه الأرض إلى آلاف السنين بنجاة نوح عليه السلام ومن معه. لذلك نقول ان يعني شهود معاني الايمان وان تكون حاضره في القلب، زي هنا قضينا شهود القدر وشهود التقصير الباطن حتى يتغير الانسان، وكل معاني الايمان الاخرى. وتجد اصلا في تضاعيف القصه في هذه السوره ذكر الاسماء والصفات كثير جدا في كل المواطن، ومعاني الايمان كلها حاضره لمن يحضر قلبه مع هذه الايات ولمن ينتفع بها. فعلا اذا يعني كان التغيير جذري وفي القلب من الداخل ثقلت الكفة تماما امام الهباء، لان فعلا الكفرة كالهباء والمنافقون والله كالهباء، ولا قيمة لهم ولا وزن لهم. ولكن المشكلة ان الكفة الاخرى فيها ايضا ذرات وفيها ما يماثل الهباء، فلذلك لا تثقل الكفة. لكن لو قل فقط تتغير التغير المطلوب، والله يعني أذكر تتغير قلوب وأحوال وتتغير موازين الأرض كلها وتتغير موازين الكون بأسرها بإذن الله تبارك وتعالى. فلذلك كان يعني شهود المعاني التي أرشدنا القرآن إليها والدروس المستفادة من هذه الواقعة، واقعة أحد، يعني لابد أن نستفيد منها جيدا وأن نشهد المعاني الإيمانية التي وردت في كتاب الله عز وجل. قل إن الأمر كله لله، لما يستحضر هذا المعنى بقوة شديدة جدا والله
يعني تتغير أحوال العالم تغيرات إذا كرر هذا المعنى أن الأمر كله لله كما قال الله عز وجل. هذا متكرر في مواطن كثيرة جدا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. تصغر تماما كل قوى الباطل وتستشعر كأنهم يلعبون في خوض يلعبون لعب لا قيمة له. ولكن المشكلة أن الذين أمامهم يلعبون. المشكلة أننا نحن كذلك نفعل. والقضية قضية تغيير مظهري فقط. تغيير غير مش ضارب بجذوره في الأرض. ما تغيرتش الأعمال والقلوب والأخلاق كما ينبغي. ما زال الأمر يعني سطحي. خلاص بقى خلي بقى اللي هيرجح الكفة إيه مع الأعداء اللي بالمنظر ده. إذا لغاية ما تتغير الأحوال. لغايه ما تغير القلوب لغايه ما لما يكون ان الامر قل ان الامر كله لله دي تبقى في القلب حاضره تماما والناس تصغر والدنيا تصغر وشهود القدر الشهود النافع اللي ما الذي لا يعني اهمال الاسباب التي في مقدمتها الاسباب الباطنه كما ذكرنا من القلوب احوال القلوب والاعمال. الامر ده يوم استقر في القلب يعني لابد وان تتحول الموازين بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله العافية. نقول ليه الأمور مش راضية تتغير؟ ليه تطول فترة وانتظروا إن منتظرون؟ تطول لأجل أن التغيير المطلوب ليس كالذي وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا قريبا منهم. ونسأل الله العفو والعافية. التغير الذي وقع للصحابة رضي الله عنهم خصوصا في فترة المحنة التي يعني الواحد لما يتأمل تاريخ الإسلام يجد أن فترة المحنة في مكة هي الفترة التي قام عليها الإسلام التي بها نصر الله عز وجل المسلمين. ما في قلوب المهاجرين رضي الله تعالى عنهم كان أعظم مما في قلوب الأنصار رضي الله تعالى عنهم. ولذلك تجد أن اللي غير وجه الحياة أكثر المهاجرون رضي الله تعالى عنهم. إيه قادة الأمة علما وعملا وتربية وسلوكا وجهادا ودعوة المهاجرون ثم الأنصار رضي الله تعالى عنهم. اللي يتأمل ذلك لأن هم تغيروا التغير الجذري تماما في فترة الشدة. والأنصار واجهوا نوعا هذه الأمور الشديدة جدا. والأنصار واجهوا طبعا مواجهة عظيمة جدا وفعلا كانوا يعني تالين للمهاجرين. والصحابة جملة تغيروا التغير الذي هيأهم لأن يسودوا العالم بإذن الله تبارك وتعالى. وكانت غزوة أحد أحد نقاط التحول في حياة الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنه. نقاط البذل والتضحية رضي الله تعالى عنه. يقول ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق. فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما. والمنافق ومن في قلبه مرض لابد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين. أنه قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ليبتلي ليختبر عز وجل ما في قلوب المؤمنين من الإيمان وازدياد الإيمان في فترة المحن. نقص الإيمان في فترة المحن أعظم خطر. لأن الله عز وجل قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فترة المحن دي نعم من ربنا عز وجل لازدياد الإيمان. إذا لم يزد الإيمان فيها فمتى يزداد؟ عندما تفتح الدنيا عندما يأتي الرخاء. هذا الأمر لابد أن ننتبه إليه. الدنيا أخاذة بل يصيد بها الشيطان قلوب الناس. فإذا لم يكن عند الشدائد الإنسان منتبه إذا لم يكن منتبها إذا لم يكن بعيدا عن الغرور والغفلة فمتى ينتبه؟ ينتبه عندما تفتح عليه الدنيا التي يجري وراءها الأكثر من البشر أكثرنا يجري وراءها. عندما تأتيه الدنيا والله سوف يزداد غفلة. ونسأل الله العافية. ولذلك كان الصحابة عمر يبكي عندما تأتي الفتوحات يبكي ويخشى يعني يقول الصحابة بتلينا بالضراء فصبرنا وبتلينا بالسراء فلم نصبر. ونسأل الله العافية. فهذا التمحيص لتحصيل زيادة الإيمان و
ليبتلي عز وجل ما في قلوب المنافقين نفاق، يظهر علنا وتظهر الصفات القبيحة وتظهر المنكرات منهم في الألسن والأعمال ليعرفهم المؤمنون، لكي لا يكون لهم الدور الذي يعني سوف يكون في المجتمع المسلم القادم. هنا المجتمع المسلم القادم الذي تكون بعد يعني في خلال هذه المراحل عندما فتحت البلاد، كان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم يقود أمة ويغير أمة كذلك، فكيف حدث ذلك وكيف أصبح دور المنافقين لا وجود له، لا يعني حتى الهامش لا يصعب أن نقول هم مش دور المنافقين، لا ده ما أصبح لهم دور أصلا خلال الفترات والانتباه خلال هذه الفترات والانتباه إلى الصفات التي تظهر في مثل هذه الفترات والأعمال التي تحصل عند الأزمات، ماذا يقع من أعمال وأخلاق وتصرفات يظهر بها. فإما أن يجعل كل إنسان في موضعه الذي يناسبه ويستحقه، وإما أننا لم نستفد من الدرس، فإنما أظهر الله عز وجل النفاق من خلال الأعمال والأقوال لكي يحذر المؤمنون على أنفسهم ولكي يحذروا من المنافقين. وهذا يعني لذلك عقبه بقوله وليبتلي الله ما في صدوركم، عقبه بقوله وليمحص ما في قلوبكم، يقول تمحيص ثم ذكر حكمة أخرى وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. خمس مصادر لنقص الإيمان أو ما يضاده، غلبة الطبع، إن الطباع ما طبع عليه الإنسان ليست كلها طباع سوية، والله عز وجل قد خلق الخلق من الأرض بأنواعها منها السهل ومنها الوعر، فهل أنت على طبعك أم أنك هذبت بتهذيب الشر، هل تزكت نفسك أم أنك ما زلت على غلبات الطباع ما يغلب على طبعك، هذا الذي لابد وأن ننظر فيه، غلبات الطبع، ميل النفوس، شهوات النفوس، ما تميل إليه النفوس. وزي ما قلنا كررنا مرات عديدة أن النفس الصفات المذمومة في الإنسان أحيانا يعني أو في مثل هذه المقامات لما قال إيه أنهى النفس عن الهوى، الهوى الذي هو الشهوات المحرمة، إرادات النفس، والشهوات دي أصلا موجودة في كل إنسان، لكن هو مبتلى لكي يهذبها أم يتركها على ما هي عليه. الشهوات زي الطباع، زي ما قلنا الطبع ده واحد مثلا في طبعه الجرأة والثاني في طبعه الجبن، هل اللي في طبعه الجرأة ده ضبط هذه الجرأة بحيث تصبح متوازنة وبحيث تصبح بعيدة عن التهور، والطبع الجبن ده تغلب عليه بحيث لا يفر مما وجب عليه، واحد عنده وقاحة مثلا، عنده ما عدم قلة حياء، واحد عنده حياء لكل عدم عنده حياء مثلا غير شرعي، فلا بد ان يغير كل واحد، لان الناس متفاوته في الطباع، واحد اللي طبعه عنده جرأة كده غير محموده لا بد ان هو يهذبها ويوجهها الى ان تكون في الحق لا فقط، ولا يكون عنده قله الحياء وانعدام الحياء، واللي عنده حياء غير شرعي يوجهه حتى يصبح حياء شرعي. تجد واحد عنده كرم والثاني عنده بخل، كل واحد لازم يضبط اللي عنده الكرم ده ما يحولوش لشرف، ما يجعلش ينفق أمواله في صرف، واللي عنده بخل ده لازم يعود نفسه تخرج في مواضع الإخراج ولا يمنع الواجب ويجاهدها لتنفق على المستحب، وهكذا. يبقى الطباع المختلفة يوازنها حتى يأتي بها. الشهوات دي موجودة عند كل الناس، قضية الطبع هاي قضية الشهوة وميل النفس أمر آخر، شهوة الطعام، الشراب، الجنس، حب المال، الوجاهة في الناس، دي كلها شهوات موجودة توجه و يتحكم فيها الإنسان بحيث أنه لا يكون هو الذي تسيطر عليه هذه الرغبات كما هو أكثر حال العالم. العالم إيه اللي بيحركه؟ الطباع مسروقة كما هي على ما أكثر العالم، أكثر البشر
يتركون أنفسهم على ما عليه الطباع، لا يفكر في علاج الأمراض النفسية والتي هي طباع غير جيدة يحاول يهذبها، لأن الأخلاق تكتسب، الأخلاق يعني قابلة للتغيير، وإلا ما كانش يبقى في معنى لمدح كمال الخلق ولا لذم سوء الخلق. يبقى يمدح على أي حاجة ما يقدرش يغيرها، لا يقدر يغيرها، يقدر يهذبها، مش هيقتنعها بالكلية، لكن يقدر يوجه هذه الطباع إلى شيء معين. الأخلاق دي، الشهوات أيضا لم تقتلع بالكلية وغير مطلوب قلعها بالكلية، لأن الإنسان مبقاش عنده رغبة في الأكل والشرب، رغبة في النساء، رغبة في المال، لا، الأمر ده يحتاج إلى تهذيب، حيث أنه هو الذي يتحكم في الشهوات، ليست الشهوات التي تتحكم فيه. أكثر العالم بنقول الشهوات تتحكم فيه، ولذلك تجد كل الأمور الشهوات، يعني عند الشعوب المنحطة والطوائف السافلة الشهوات التي تحرك كل شيء، شهوة المال مثلا، شهوة الجنس تحرك كل شيء، عشان طعام وشراب بأكلة طيبة يزول كل المبادئ، تباع كل القيم والعياذ بالله، وهذا أمر يحصل والعياذ بالله حتى ممن ينتسب إلى الدين. هذا التمحيص من هذه الأمور، إذا حكمة الابتلاء في التمحيص من هذه الأمور، في غلبات الطبع، غلبات الطباع، ميل النفوس، حكم العادة، الإنسان بيتعود على حاجة ويسير عليها، وده من أقوى الأشياء، إن هو مش عايز يغير عادته. الإنسان ينظر كده، ليه أكثر البشر يستمرون على العذاب؟ أحوال البشر عذاب، تبص تلاقي الناس متعذبة تعذيب عجيب جدا، والله العظيم في المشارق والمغارب، حياة نكد وشقاء لا يعلمه إلا الله، والناس تعبانة تعب شديد جدا من كل حاجة، ومع ذلك حريصة على شان العادة، مش هتعود ان هو يعني كل الناس يقول السجاير مثلا، السجاير دي بيشربوا السجاير دي، ايه اللي يخلي الانسان يشرب سجاير؟ هي اصلا في 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 شهوات النفس؟ لا، مش في شهوات النفس، لان الانسان مش شهوة النفس بياخد هوا نظيف، ان هو يتنفس حاجة ما تهيئش صدره، طبعا ما طبعش على ذلك، لكن هي العادة، تعود ان هو يشرب سجاير والعياذ بالله، تعود بيتفرج على التلفزيون، التلفزيون لوحده ده، الدراسات العلميه النهارده الغربيه بتقول التلفزيون ده مضره فظيعه جدا، ويتعب الاجيال المتتابعه والله، كبار وصغيرين ورجال ونساء، حاجه بلاء عجيب الشكل، لكن الناس اتعودت. ليه الكوره؟ الكوره دي حاجه عجيبه جدا، الناس بتتعب بتعب من الكوره، شوف الزعل الناس زعلته على الخسائر، يعني الناس مش ناقصه زعل في الحقيقه، يعني كم الشقاء كبير كفايه، ومع ذلك تجد ايه الكوره دي، يا الاهلاويه زعلانين والبصراويين زعلانين والناس كلها حزن عجيب الشكل، سبحان الله. طب وايه اللي خلى الانسان يبقى عشان ايه؟ يعني مش دي مش من الشهوات؟ الشهوات اللي في نفس الانسان معروفه، طعام شراب، دي ميل النفوس اللي هي الشهوات الانسانيه، طعام شراب نساء مال سلطه، دي حاجات موجوده في البشر كلها. موضوع الكورة ده بتخش في حاجات تانية كتير، لكن هي العادة، جريان العادة مش معين. هل الإنسان بقى عنده قدرة إن هو يهذب عاداته ويتحكم فيها هو، وعنده قدرة على ترك العادة؟ عنده قدرة إن هو يفارق عاداته مثلا من طعامه المعتاد وشرابه المعتاد ونومه المعتاد؟ أكثر الناس ما عندهاش احتمال لذلك، ولذلك كان قضية الهجرة، ليه الهجرة ثوابها عظيم جدا؟ لانه مستعد. ليه الخروج؟ ليه الحج اصلا عباده عظيمه الاثر في نفس المؤمن؟ لانه هو مستعد انه يغير كل عاداته، ياكل اكل ثاني ويشرب شرب ثاني وينام نومه ثانيه، والمهم ان في اشياء كثيره جدا في الحج المقصود منها ان الانسان يغير عادته، ومع ذلك الناس تبقى مش مستحمله ابدا، زي المبيت مثلا في مزدلفه عشان مش مفيش خيام موجوده فيه، وفي منى تبقى اصعب حاجه، والناس تبقى الامور كلها مشقه بالغه. ليه؟ علشان لازم يوفروا عادات زي ليه؟ زي اللي هم اتعودوا عليها، لازم يلاقي ميه من نوع معين وفاكهه من نوع معين واكل من نوع معين وحاجات من النوعيه دي، وعادته اللي هو مش مستعد مثلا انه يقضي حاجته بطريقه ثانيه، ولا مستعد ينام من غير مثلا سرير ومرتبه ومخده، ما عندوش استعداد عشان يتعود، والا في الانسان حاجات يسيره جدا تكفيه باذن الله تبارك وتعالى. يعني مشكله الزواج، ايه هي مشكله الزواج؟ ليه مشكله الزواج متعقده في حياتنا؟ عشان قله العادات، والله العظيم
لا علشان الشهوات ده كم جارف جدا يقتضي من تيسير امر الزواج. لكن المشكله كلها الناس تعودت انه لازم يجيب كذا وكذا وكذا وكذا، وازاي ما نعملش الحاجه دي؟ في ناس بتنتحر عشان العادات بتاعتها مش قادره تطبقها، ان هو انتحر علشان ما قدرش يجيب لعياله كراريس وكتب وشنط جديده في موسم المدارس. والله ده حقائق موجوده، علشان في العيد ما عرفش يجيب لنفسه لعياله الهدوم الجديده. هل دي حاجه الشهوات تقول ان انا قلبي حاجه يعني الانسان يستر عورته ونحو ذلك؟ دي ده اللي هو مايل النفس ده، ودي فطره في الانسان موجود فيها، ممكن يكون حاصل له الامر ده، لكن عايز حاجه زياده علشان الناس تقول عليه، عشان تعود على شيء معين. تزيين الشيطان، استيلاء الغفله، هذه الخمس حاجات التي يحتاج الانسان للتمحيص للتنقيه منها. تزيين الشيطان، واكثر الناس في غفله الشيطان يوسوس، لا بل الخواطر اللي بتيجي على الانسان ما بيقعدش يعمل لها فلتريشن زي ما بيقولوا، ما عادش بيقول ايه ده جاي منين؟ ده جاي من الشيطان ولا جاي من نفس الاماره بالسوء ولا خاطر رحماني فضل من الله عز وجل؟ محدش بيقعد يدور، محدش بيقعد يقول دي جت منين الخواطر دي، صح ولا غلط؟ لا ده احنا ماشيين كده حياه ملهيه بتخلي الانسان ما يدورش خواطره جت منين. تزيين الشيطان ولا من يعني ما يلقيه الملك في قلبه، فمحتاج ان هو يعني يبحث في ذلك. كل الحاجات دي بتحصل مع فتره النعمه. فتره النعمه تمحيص، بتنبهه اولا، بتغير عاداته، بتخليه يبعد عن شهواته، بتخلي طباعه قابله للتغير بقى بقوه، بتخليه ينتبه لقضيه الشيطان، بتخليه يفيق من الغفله لما يلاقي الناس بتموت حواليه، حياتهم كل اللي كانوا بيدوروا عليه ويبحثوا عنه مره واحده انتهى، كل اللي جمعوه انتهت حياته ورحل عن الدنيا. الموت ده موعظه عظيمه جدا يبعد الانسان عن الغفله. فلما فترات المهن بتلاقي ان حاجات كتيره جدا 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 اتغيرت مره واحده، ويوشك الانسان انه يقدم على ما هو اشد من هذه البلايا والمحن. الناس في الحروب فعلا بتلاقي هول عظيم جدا، دي فترات يعني سوق النفوس فعلا، ان النفوس بيلاقي هو كان عاش واللي جنبي مات، وده بيته اتهد، وده فقد اسرته، وده فقد دراعه، وده اشياء كبيره جدا في حياه البشر بتحصل. تذكرهم بماذا؟ تذكرهم بالاهوال القادمه التي هو مقدم عليها لا محاله. تذكروا بسكره الموت، تذكروا بوحشه القبر، تذكروا باهوال البعث، تذكروا بموقف الحشر، تذكروا بالجنه والنار. فاستيلاء الغفله يبعد الانسان عن كل ذلك. ففترات المحن تذكروا بهذه الامور، قرب نهايه الحياه، كل هذه الامور تجعل القلب الانسان لو قدر يتغلب على هذه الاشياء تجعل القلب يحصل له تمحيص وتنقيه. عشان كده ابن القيم يقول فان القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العاده وتزيين الشيطان واستيلاء الغفله ما يضاد ما اودع فيها من الايمان والاسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتدارك طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليه بهذه الكسرة والهزيمة، كانت نعمته سبحانه وتعالى عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. كلام رائع وعظيم الأهمية. والله النعمة بالكسرة والهزيمة يعني نعمة تساوي نعمة النصر والظفر. ولو تأملت والله أحوال الأمة مثلا في زماننا لقلت لو تمكنوا ولو نصروا والله لوقع من الفساد أضعاف ما يقع. لو فتح عليهم من الأرزاق والغنى والسعة والقوة والسلطان والظفر بالأعداء لظهرت النفوس، كانت تتهذب لم تتنقى،
لم تتزكى التزكية المطلوبة، فسوف تخرج أضغان الله أعلم بها، سوف يقع من الفتن والفساد ما نحمد الله عز وجل على عدم حصول النصر والتمكين على تلك الحاجة. له الحمد سبحانه وتعالى، له الحمد على البلية وله الحمد على النعمة، لأن هناك إصلاحات واجبة لم تتم. إذا تمت في من؟ في طائفة. عمر ما الأمم لتتغير بأن كلها تتغير، ولا الأرض كلها كذلك. الصحابة دول يعدوا على معدودين اللي ربنا غير بهم وجه العالم، وما آمن معه إلا قليل عبر العصور، دائما عبر العصور، وما أكثر المكي ولو حرصت بمؤمنين. لكن الطائفة دي تتغير تغير مطلوب، وتؤهل لأن تقود العالم بعد ذلك. يقول ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، مش منافقين، ما كانوش منافقين. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنه كان أنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا. استزلهم يعني إيه؟ أوقعهم، ما نعمل كده، أوقعهم في الزلل، أوقعهم في الخطأ. الأعمال جندك وجند عدوك. أعمالك تنقسم إلى قسمين، قسم يعاون العدو ويروح مدد للعدو ويستذلك يوقعك في الزلل هذا العدو بعملك، أو جند ليك حسب نوع العمل وحسب قوة وكثرة. زي بالظبط كما يكون فيه قائد عظيم مثلا وفيه قائد جندي ضعيف، ومدد الناس تفرح بالمدد بالقائد الكبير والقوي والمقاتل يعني الشديد، ولا تفرح كثيرا بالمدى الضعيف. فكذلك الأعمال، أعمال القلوب والأبدان والجوارح والأقوال كذلك، كسب الإنسان عبارة عن جند له أو لعدوه. فالانتباه إلى هذا الأمر، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يقول المقيم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، من عقوبة المعصية المعصية بعدها. ليه الأحوال بتزداد سوءا؟ لماذا نقع في المعاصي والمنكرات بمنكرات قبلها لم نتداركها بتوبة، لم نسارع إلى الرجوع، فترتب على ذلك أن أوقعنا الشيطان فيما هو أخطر وأشد في الكبائر بالصغائر، وإلا فالفرار من الزحف كبيرة. ولكن برحمة الله عز وجل أنه بادر إلى ذكر العفو عنهم سبحانه وتعالى، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. قال ولقد عفى الله عنهم كما ذكرنا، لأن ذا مدخل شيطاني خطير اللي هو مدخل إيه؟ اليأس. فكان لابد من ذكر العفو حتى تعافى الطائفة المؤمنة من كثرتها، وإلا لو لم يبادئ يتبقى يعني لو لم يذكر الله عز وجل العفو عنهم لا أشكت يفوت أن تيأس، وهم الذين يعدون إلى المنازل العالية، فكان ذكر عفوه عز وجل. يقول فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة. فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها. لذلك كلمة أبي الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. الإمام البخاري روى في كتاب الجهاد من صحيحه باب عمل صالح قبل القتال، وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. حجب والله. ولذلك نقول يعني لماذا تأتي الهزائم من الأعمال؟ فلا بد يقول فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله، إن فراره منه وهو لا يطيقه مش مذموم،
إنما ربنا أذن في الفرار من الضعف من أقل من أكثر من الضعف. لم يأذن في الفرار من الضعف ووعد إذا كانت الأعمال تامة بأن يغلبوا 10 أضعاف. لذلك البشارة لم تنتهي في الآيات في سورة الأنفال، البشارة باقية. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، دي بلغتش البشارة، البشارة قائمة، ولكن التكليف هو اللي نسخ، التكليف هو اللي نسخ اللي هو وجوب الثبات بحسب قوة الأعمال. لكن يحرم أن يفر من ضعف من مثله، يحرم أن يفر المسلمون من مثليهم، ويجوز أن يفروا من أكثر من ذلك. ولو قويت قلوبهم وأعمالهم لم تصروا على 10 أضعافهم وعلى أكثر من ذلك. يشعر ويتعامى، يعني يبقى عارف، يقول لا 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 مش كده، يتعامى يعمى يجعل نفسه كالأعمى اللي مش فاهم، شاعر بأن أعماله هي اللي جايبانه هذه البلاء، هذه البلايا والمحن، ولكن يقول لا 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 أنا كويس برضو، أنا مش وحش للدرجات، أنا مش أنا اللي عمال، لا ده 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 بعمل حاجات خير كتير، وهو مش عايز يصلح نفسه وسايبها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، على ما هي عليه، لا غير طباعه ولا غير ولا تحكم في شهواته ولا غير عاداته تحكم فيها، ولا انتبه لوسوسة الشيطان، ولا ان هو تذكر امر الاخرة وراحت عنه الغفلة، وشايف نفسه من المقربين، وشايف نفسه ينافس المهاجرين والانصار، وان هو يعني عايز يعني اعلى المراتب، الفردوس الاعلى بغير حساب ولا عنك. اللهم اغفر لنا يا رب وتب علينا، اللهم ارحمنا. فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه وهو قادر يقف قصاده، إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به. ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضا عفى الله عنه. فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها، وهذا من رحمة ربنا عز وجل. وهذا الذي لابد أن تستحضره في مثل هذه المقامات، صفات العفو والمغفرة والرحمة وسعة فضله عز وجل، حتى تعظم الرغبة، وحتى كما ذكرنا لا يصل الشيطان بك إلى مدخل آخر ومدخل يأس. الحساب الشديد جدا اللي يوصل الإنسان يأس مش هو المأمور به، بل هذا الأمر الذي يغفل جانب العفو من الله عز وجل أمر يترتب عليه أعظم الضرر على الإنسان. يقول ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يقول وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في الصور المكية، فيما هو أعم من الهزيمة، بل كل المصائب، مرض مثلا، فقر، شدة، أيا ما كان. فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لما قلنا بسبب نفسك، من الله خلقا وإيجادا، قل كل من عند الله خلقا وإيجادا. ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا منه عز وجل، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب كسبك بسبب عملك، وهو من الله الذي قدره وأوجده وخلقه، من الله خلقا وإدادا، ومن العبد تسببا وكسبا. قال فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، وإن كانت كما ذكرنا من الله خلقا وإدادا. لذلك في التعارض ما بينها ما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية التي قبلها قل كل من عند الله، كل كل من عند الله. يقول فالأول اللي هو ما أصابك من سيئة فمن الله فضله، والثاني اللي هو ما أصابك من سيئة فمن نفسك عدله،
والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. فختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، اللي هي ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بعد قوله قل هو من عند أنفسكم ختمها بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب. وزي ما قلنا سبب الايه؟ الباطن، سبب من الاعمال. وده المشهد ده شهود ان الله على كل شيء قدير، شهود هو من عند انفسكم، عظيم الاهميه في حياه المؤمن. فذكر السبب واضافه الى نفوسهم، وذكر عموم القدره واضافها الى نفسه. فالاول اللي هو قل هو من عند انفسكم ينفي الجبر، والثاني اللي هو ان الله على كل شيء قدير ينفي القول بابطال القدر او بنفي القدر، فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة العبد، أثبت أنها تابعة لمشيئة الرب. يقول وفي ذكر قدرته هنا نكتة لطيفة، وهي أن الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره. لما تنزل مصائب أخرى فاعلموا أن الله على كل شيء قدير، تتوبوا إلى الله مما هو من عند أنفسكم من الذنوب، وتلجأوا إلى الله القدير على كل شيء. يقول فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه. فكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري، وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، لأن الله لم يأذن عز وجل أن شرعا أن يقتل أولياء، سفك دم امرئ مسلم عظيم عند الله عز وجل، فكيف يقال شرع الله للكفار قتل المسلمين؟ ده مستحيل. لكن إذن قدري كوني قدر الله ذلك، كقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية، يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا. وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم، وعرفوا مؤدى النفاق، ما يؤدي إليه النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة، ونعمة على المؤمنين سابغة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. وفي أجزاء ابن القيم رحمه الله تجاوزها، نرجع لها مع التفسير الثاني، بس ننهي هذه الفوائد التي ذكرها رحمه الله، مع أنه في جزء قد أمر. يقول ثم عز نبيه صلى الله عليه وسلم وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية، وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها. فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه سبحانه، وأنهم عنده بل أحياء عند ربهم، حياة دائمة والعندية أنهم عند الله قريبين منه. ثالثا يرزقون، فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده، وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله،
فرحين بما آتاه الله من فضله، وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا. الفرح أكمل أحوال الرضا رحمه الله. يعني أن لحظة الفرح دي أعظم سعادة من مجرد الرضا، والرضا أكمل درجات الصبر، أعلى مراتب الصبر. فالصبر يجعل الإنسان في ألم ولكن في سكون، الرضا يزول الألم، الفرح سعادة ولذة. هذا الذي حدث للشهداء، رغم أن الذي يبدو لنا تقطيع الأعضاء، ضقر البطون، أكل الأكباد، رغم أننا نرى أحوالا تؤلم كل من ينظر إلى المقتول، لكنه إذا كان في سبيل الله فهو فرح، فرحين بما أتاه الله من فضله. واستبشارهم جمع إلى ذلك استبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم، الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته. وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم، التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم، كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة، اللي هو الآية التي قبل هذه الآيات، فهي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لأن الإنسان إزاي يخرج من ألم المصيبة ينظر إلى النعمة. الإنسان أحيانا المصائب تجعله في كم في هم وغم وضيق وكرب شديد، كيف يزول عنه ذلك؟ يعالج نفسه إزاي من هذا الغم والكرب؟ ينظر إلى نعم الله، وأعظمها نعمة الإسلام. يبقى فعلا كل ما فقده من الدنيا والله لا يساوي شيئا، تزول وتضمحل تتلاشى الآلام المحن في ذنب هذه المنة والنعمة، ولم يبق لها أثر البتة. يقول: وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى، ينقذهم من الضلال إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في ذنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في ذنب ما يحصل لهم به من الخير. يعني المطر ببل الهدوم، لكن به حياتهم، به يعني معاشهم، فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا يتوكلوا عليه ولا يخافوا غيره. فأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم يعني جعلهم يسلون عن ألم المصيبة، ينسون ألم المصيبة، سلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوه فيه، ولا يحزن عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. قل قولي هذا واستغفر الله. حكم دعاء المذاكرة الذي ينتشر، كونه يسمى دعاء المذاكرة يبقى أصبح سنة، وهو ليس من السنة فأصبح بدعة، لكن يدعو الله أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. الدعاء ينبغي أن يكون في قضية يعني الأمور الدنيوية بالعلم النافع،
استعاذة من علم لا ينفع، تسأل الله علما نافعا فهذا يرزقك الله جل، تسأل الله جل فهما، وتسأل الله عز وجل إعانة على ذكري وشكري وحسن عبادتي. يعني قضية المذاكرة والدراسة يمكن أن تكون خيرا للعبد، يمكن أن تكون شرا، فيأخذ بالأسباب في ذلك ويجتهد ويسأل الله علما نافعا. يقول نحن لسنا أنبياء ولا مرسلين حتى يستجيب الله لنا دعاءنا من أول مرة. هو الأول يعني الرسل ده ربنا من أول مرة بس، أول مرة أول ما قالوا كده، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم طول الليل في غزوة بدر ليه، ولا طول الليل في غزوة الأحزاب ليه، والرسول صلى الله عليه وسلم استنصر قد إيه وهو في مكة 13 سنة. قارن بقى أحوال الإيمانية للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عشان 13 سنة وسبع كمان يغيروا وجه العالم، او 10 في المدينة يعني عشان يبقى اجتمع الامر، وبين احوالنا الايمانية. الاخ بيقول بقالنا 50 سنة او اكثر ندعو الله ان ينصر المسلمين في فلسطين وغيرها، ومع ذلك الامر ازداد سوءا، لان الاحوال مختلفة. هل معنى ذلك ان الامة كلها ليس فيها رجل او امرأة صالحة؟ هو العبرة بالواحد، هو الواحد ده هيعمل ايه لو الامة انتصرت والواحد الصالح ده بس هو واحد صالح، مين اللي هيمشي؟ مين اللي هيشيل الشيلة؟ مين اللي هيتولى المسؤوليات؟ هو الواحد هيشيل كل حاجة ده الواحد الصالح ده. يبقى حكمة ربنا تقتضي ان امة عشان واحد صالح، ولا 10 ولا 100 واحد، لو 100 في المشارق والمغارب الامة دي تمكن بذلك، وما فيهاش اصلا من يتحمل المسؤولية بمقتضى الشرع، عشان الناس بقى الفجرة والفسقة واللي هما يظهروا الالتزام هما زي ما هما يتولوا مسؤوليات ويتولوا امانات ويضيعوها اكبر ضياع، زي ما مشاكلنا الكثيرة اللي احنا بنشوفها ونتفرج عليها في الملتزمين مش بره الملتزمين، انا بقولش على الناس اللي مش ملتزمة، على مشاكل الملتزمين نفسهم وسلوكياتهم واعمالهم، اللي هي لما نقول طب ده لو كانت البتاع كبيرة شوية، لو كانت الدنيا اللي في ايدهم كبيرة شوية كانوا عملوا ايه؟ تبقى عشان كده يعني يقول اما ان الواقع السيء لن يتغير الا بتصفير من عند الله الامم من المفسدين فيها. ما هو طبعا من عند الله، وفكرة الصفيحة ياتي من غير عند من غير عند من من عند غير الله، لابد ان ياتي من عند الله بس باسباب الناس لحكمته عز وجل. ناخذ بالاسباب، ام اننا برغم وجود الصالحين فينا فلم يستجيب الله لنا حتى يكون المجتمع كله بتمامه صغير وكبير مجتمع ملائكه. طبعا انت انا جاوبنا لسه على ليه على الشبهه اللي انت جايبها، شبهه مين اللي قال انه كان كله ملائكه؟ مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كله ملائكه، المجتمع المدني كان فيه منافقين مرضوا على النفاق، ما نفاق اكبر رؤوس النفاق، بس الاغلب العام كان صالح. وزي ما قلنا الطائفه اللي هي مؤهله تكونت. يقول وهذا لم يحدث لان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فينا، ولا الصديق ابو بكر ولا الفاروق عمر، فكيف المخرج اذا؟ لا، مطلوب من المجتمع يقع في طائفته الطائفه الظاهره المنصوره ان تكون هي اصبح حالا. احنا الطائفه دي لو صلح اغلبها كذلك واصبحت تتهيأ سوف يضع الله الدنيا في ايديها، لكن هي الدنيا منزوعه من ايديها رحمه بها من الله عز وجل. واما ان الامه ككل بقى بمن فيها من الغثاء الكثير، الدنيا في ايديها كثير، الدنيا في ايديها ده ما فيش فلوس اكتر من فلوس الامه الاسلاميه، واسباب القوه موجوده عندها كلها، لكن لاجل ان الامانات وضعت الى غير اهلها. الطائفه الملتزمه المفروض ان هي الطائفه المنصوره لعقيدتها واعمالها وسلوكياتها، اذا لم تنصلح الانصلاح المطلوب يبقى لا يزال الامر يحتاج الى اعاده. يقول احيانا اتقرب الى الله باعمال القلوب والجوارح، وفي بعض الاحيان اشعر اني مستمر في اعمال الجوارح واشعر بفتور في اعمال القلب وضعف ايمان من غير ان اعلم اي سبب، فما هو السبب؟ فتش، يعني ابحث عن الخواطر والاحوال، و
جاهد أن يكون الذكر يعني حين تصلي وحين تقرأ القرآن وحين تقول الأذكار أن يكون القلب حاضرا ولا تكن من الغافلين. ده الشعور ده شعور عام أم أنه فقط الذي يشعر به؟ لا، أحوال القلب تتغير دائما وتتقلب دائما، وقلب الإنسان عموما بين زاد ونقصان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم يأتيه وذلك الغيم الفتور عن الذكر، فغيره بالقطع أولى وبدرجات شديدة. هل معنى أن قدر الله خيره وشره أن من المذنبين من يقولون إن ذلك قدر الله؟ هل هذا صحيح؟ زي ما قلنا قبل كده، هذه كلمة حق من المذنبين غير التائبين يراد بها إيه؟ باطل. يراد بها باطل، كلمة حق يراد بها باطل، ذلك أنه هذا قدر الله ولكن بسبب منك. زي ما قلنا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، فهذا بقدر الله ولكن بسبب نفسك، علشان ما يبقاش حجة له على عدم التوبة ولا على الصبر. السلام عليكم. شاب في مقتبل العمر يفكر في الزواج ومبتلى ببعض الامراض قد يحتاج الى جراحة، هو يعني لا يريد ان تنشف عورته. هذا الامر مما اجازه الشرع كشف العورة في هذه الحالة للضرورة والحاجة، وننصح بإجراء الجراحة يعني عند ذلك يكون خيرا له، خصوصا ان المرض الذي يعني ذكره ربما يكون فيه بعض المضار اذا لم يعالج. فالنصح بالأخذ بالأسباب والاجتهاد في ستر العورة ما أمكنها. حقيقة مثلث برمودا والأطباق الطائرة تحت ضوء الشر، هل هذا مما يشغلنا به العدو أم هو له حقيقة فعلا؟ والله علم لا ينفع وجهل لا يضر. أما أن المسيح الدجال يدير العالم من مثلث برمودا في سخافات الجهلة وأهل البدع والضلال، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسيح الدجال مقيد في إحدى الجزر في البحار قبل الشرق وليس قبل الغرب. مثلث برمودا أخبار كلها تأتي من كفار، أنا أثبت وأمشي منين؟ أعرف منين الكلام ده حصل يقينا وإن حصل كلام؟ أخبار بتتقرا، لا إحنا سمعنا من رآها من المسلمين ولا شفناها، ولكنها أخبار بتذكر لا أثبت ولا أمشي. أما مسألة قلنا إن في بقى مخلوقات بتأتي من السماء، لا شك أن الكون مليء بالمخلوقات، الله عز وجل أعلم، لكن الانشغال بذلك قضية يعني لا ينبغي الاهتمام بها ولا الانشغال بها، ولا أن في غاز من الفضاء يهدد الكرة الأرضية، الكرة الأرضية يهددها أعمال بني آدم، وليس أن في غاز فضائي وكوكب ثاني هي يحتلنا من بلاوين من بلايا بني آدم ومنكراتهم أعظم خطرا من لو جاء ناس من كواكب أخرى. أما أن الكون مليء بمخلوقات ويخلق ما لا تعلمون، فالله عز وجل على كل شيء قدير. هل حتى أخذ أجر على الأذكار يجب أن أقولها بلساني مع قلبي أم لا يشترط؟ لا، القول حتى يكون قولا إنما هو بالقلب واللسان، حتى تأخذ الأجر المذكور، عندي أجور عظيمة جدا، صغفا له ذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، لم يأتي أحد يوم قلبي أفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال. وإن كان تحريك اللسان بها حتى مع مجاهدة القلب، مع أن بتفوت منها كثير من غير حضور القلب، يؤجر على ذلك، لكن الأجر الموعود به إنما هو لمن قالها إيه؟ بقلب واللسان معا، ولكن يجاهد ويقول باللسان حتى لو كان مجردا فهو أفضل من السكوت. عليك السلام. ما معنى قول الشيخ الشنقيطي أن آيات الصفات ليست من المتشابه؟ يقصد أنها ليست من المتشابه المجهول المعنى بالكلية، ما
مع أن هذا الكلام غير صحيح، اللي هو الإطلاق نفسه، أن كونها اللفظ نفسه، أما كون آيات الصفات ليست من الذي لا يعلم معناه بالكلية فقول صحيح قطعا، فإن آيات الصفات معلومة المعاني، نحن نعلم معاني العليم والخبير والقدير والحكيم والسميع والبصير بلا شك، يعلمها أدنى طفل يعرف لغة العرب ويدرك المعاني الكلمات فضلا عنه عمن دونه، ويمكن ترجمتها باتفاق العقلاء إلى اللغات الأخرى، ولو كانت مجهولة المعاني لما أمكن ترجمتها، لكانت هتتقال للصيني السميع السميع، يبقى تقول له ايه، يقول له ايه دي، يقول له هي كده، هو الانجليزي والفرنسي كان محدش يقول اي معنى تاني، ده كلام قطعا مش حاصل، ولا هو دي الترجمة ايه يعني، ولا دي المقصود. اما انها تسمى متشابه باعتبار اخر، فهذا مما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه، فقول الصحابة ان آيات الصفات المتشابه ليس بمعنى ما ذهب اليه المتأخرون انها مجهولة المعاني، ان لها معاني مجهولة لا ندري عنها شيئا، وانها بمنزلة الكلام الاعجمي، ده كلام باطل، وده كلام كثير من المتأخرين، ولكن ليس هو المقصود. كنا من المتشابه بمعنى انها تشتبه على اهل الزي والضلال، هذه معنى يظنون بها غير الحق، ومعنى ثاني من المتشابه بمعنى مجهولة الكيفية، وده حق مما لا شك في انها غيب، زي ما ذكر الوعد والوعيد من المتشابه، الجنة والنار من المتشابه، يعني ايه، لا ندري كيفية ما في الجنة من انواع النعيم، ولا ندري كيفية ما في النار من العذاب، انما ما ذكر فهم معاني دون ان ندري حقيقة ايه الكيفية، وكل امور الغيب كذلك. فابن عباس رضي الله عنه قال: ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يقول: ما هي اصل الاحاديث الموضوعة التي يطلق عليها الاسرائيليات؟ كلام خطأ السؤال من اصله، فالاحاديث الموضوعة ليست هي الاسرائيليات. الناس فكر ان الاسرائيليين اليهود جم كده وسط الكتب بتاعتنا رايحين مدخلين ايه احاديث وضعوها، هذا من الوهم. الاسرائيليات هي اخبار بني اسرائيل، الاحاديث الموضوعة هي التي كذبها الكذابون ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، واهل العلم قد بينوها. اخبار بني اسرائيل منها ما يصدق، ومنها ما يكذب، ومنها ما يتوقف فيه، فما وافق الاحاديث الصحيحة من اخبار بني اسرائيل، من اخبار اهل الكتاب الموجودة أو في من مصادر متعددة، منها الكتب المتقدمة اللي موجودة في التوراة والإنجيل اللي بين إيديهم وبين سائر الكتب، ومنها ما ينقل عبر بعض من أسلم منهم، وخصوصا في العهود الأولى إن كان في أخبار أكثر مما بين أيديهم الآن، يعني الأخبار، يعني عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص عنهم بيقول: قرأت في التوراة حاجات صريحة جدا مش موجودة دلوقتي، وهو بيقول قريتها بنفسه، فالتوراة حصل فيها تعديلات خلال 1400 سنة التي مضت أكثر مما وقع فيها قبل ذلك، أو يعني غير ما وقع فيها قبل ذلك. الغرض المقصود أن أخبار بني إسرائيل أخبار أهل الكتاب، منها ما يصدق وهو موافق الكتاب والسنة، ومنها ما يكذب وهو ما يخالف الكتاب والسنة، زي أخبار صلب المسيح مثلا ونحو ذلك، ومنها ما يتوقف عنه لا ينجزم بأنها صحيحة أو ضعيف. لنعرف الإسرائيليات منين؟ من مصدرها، من إن الناقل لها ليبقى واحد ممن عرف بالنقل عن اهل الكتاب، او من اذا كعب الاحبار من اسلم من اهل الكتاب، ودول ثقات، يعني كعب الاحبار رجل ثقه عالم، وان كان ينقل اخبار اهل الكتاب، مش ان هو ادخلها بسوء نيه، بل كعب الاحبار رجل عالم، واحد من المنبي احد الزهاد والفضلاء، وهو ادخل اخبار كثيره، لكن الاخبار اللي ادخلوها دي رووها من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، اي فيما لا يعرف كذبه، فمثل هذا الامر هم رووا ذلك، فهذا الامر يحتاج الى التنقيح، لانه كل احد قد يغيب عنه شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، او قد يغفل عن ان بعض هذه الاخبار مخالف للكتاب او للسنة الصحيحة فلا ينتبه، فهذه الاخبار تعرض على الكتاب والسنة، فما وافقها يقبل، وما خالفها رد، وما لا يوافق ولا يخالف سكت عنه. اما الاحاديث الموضوعة فمعلومة، لان الكذابين معروفين والضعين معروفين، وهم نسبوها الى النبي صلى الله عليه وسلم،
الإسرائيليات ما بتنسبش للرسول صلى الله عليه وسلم، الإسرائيل بتنسب إلى مين؟ إلى بني إسرائيل، إلى أخباء، إلى سيدنا موسى، سيدنا عيسى، إلى غير ذلك من الأنبياء وأحوال بني إسرائيل عموما. فمش كل حاجة إسرائيلية أو عن كعب الأحبار، عن وهب المنبئ، أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ينقل إسرائيليات. إزاي بينقل إسرائيليات؟ عبد الله بن عباس ينقل إسرائيليات. يعني إيه؟ يعني بيقولوا أخبار أن عبد الله بن عمرو بن العاص وجد زاملتين فيها كتب، فأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. فده مش معنى ذلك إن دي حاجات كلها وحشة، ده فيها في أخبار رائعة جميلة جدا موافقة للكتاب والسنة. والكتب التي بين أيديهم الآن لو حد قرأ في التوراة والإنجيل هيلاقي فيها حاجات زي الأحاديث بالظبط، حاجات موافقة. فهذا الأمر مما تصح يجوز روايته. فزي ما قلنا عبد الله بن عباس بينقل عن كعب الأحبار، يروي عن كعب، وفي أخبار كثيرة جدا نجزم ونوقن إن هذا مما يعني يكون مأخوذا عن أهل الكتاب. استشهد أعداء أهل السنة والجماعة بروايات من كتبنا مثل تاريخ الطبري وتاريخ الحافظ ابن عساكر والكامل للأثير لابن الأثير وكتاب بدائع الفوائد لابن القيم لإثبات صحة ما هم عليه كقضية تحكيم معركة صفين وفساد دولة بني أمية ورواية مقتل الحسين. فهل معاوية ويزيد وحكام ظلمة؟ ولماذا يذكر علماؤنا تلك الروايات رغم ضعف سندها؟ الأمر الذي يجعل أعداء السنة يسيئون لها. أنت اعتمدت أولا كتب التاريخ كما قال إمام أحمد ثلاث لا أصل لها: السير والمغازي والتفسير. السير والمغازي دي كتير جدا بلا أسانيد. طب ليه ثروة؟ بثروة للاستشهاد بها، وفي أشياء شبه متواترة. كون الحسين قتل نحن لا نستطيع أن ننفي ذلك، وأما يزيد كان هو الذي وجه الجيوش إليه، دي حاجات مقطوع بها، أمر في التاريخ لا يمكن إيه إنكاره. كل في واقع تحكيم معركة صفين ده أمر مما لا يمكن إنكاره، ولكن صفة التحكيم اللي وقع فيه إيه؟ الأخبار دي بقى أكثرها بلا أسانيد. ما ثبت منها الصحابة فيه معذورون مجتهدون متأولون، أو مصيبون مجتهدون مصيبون لهم أجران. وكثير جدا من الأخبار التي جاءت طاعن على الصحابة رضي الله عنهم لا تثبت، ذكرها أصحابها، وقد ذكروا السند الذي به يعرف طلاب هذا العلم الذين يطلبونه منهم ضعف أو صحة هذه الأخبار والأثر، فهم قد أدوا ما عليهم بذكر الأسانيد. فالأمر واسع أن يبحث فيه بعد عصرهم، وكما ذكرنا نحن لا نحتاج كثيرا إلى ذلك، وليس كل ما ذكر في هذه الكتب بصحيح. الكتب المعتمدة عمره أنت سمعت مثلا أن قبول الأمة للبخاري ومسلم زي قبولها مثلا لتاريخ الحافظ ابن عساكر مثلا، لقبولها للترمذي وابي داود وابن والنسائي وابن ماجه في الجمله، رغم ان الترمذي والنسائي وابن ماجه فيهم تصحيح وايه وتضعيف، ده مش زي البخاري ومسلم، ومع ذلك هل قبولهم وتعظيمهم الكتب دي زي مثلا الكامل لابن الاثير؟ قطعا لا. فانت تقول ليه جابوها؟ جابوها للدراسه، وهم احال طلاب العلم الذين يعرفون ضعف الاسانيد حالهم على دراستها، فهم قد أدوا ما عليهم. وأما ما سألت من وجود تحكيم معركة صفين فلا شك أنه وقع تحكيم. أما أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري فهذا مما لا يجوز أن يقال، وعمرو بن العاص رضي الله عنه أجل من أن يكون طالب دنيا، بل هو اجتهد وأراد رد الأمر إلى، بل هذا هو الظاهر، أما الأمر التحكيم رأوا فيه أن يرد أمر الخلافة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه رأى أن هذا أمر فيه نقض لبيعته من غير دليل ومن غير بينة ومن غير سبب شرعي يقتضي نقض ذي البيعة التي ثبتت، وهذا هو الصحيح الذي رأاه. فأمر التحكيم وقع وليس من خداع، بل هم قالوا يحيلوا الأمر لمين؟ لكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الامر ما كانش يحتاج ذلك، الامر الصحيح انه كان لابد من الزام الناس بيعت عليه رضي الله عنه، هذا كان هو الواجب. فعمر بن العاص لم يخدع ولم يؤمن معاويه، ان معاويه لم يطلب الاماره اصلا في حياه علي، ما طلبش الخلافه الا بعد موت علي، هذا هو الصحيح. اما ان فساد دوله بني اميه وقع فساد خصوصا بعد عهد معاويه رضي الله تعالى عنه، يعني وقع فساد بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى هذا ملكا عضا
وحذر من رأس الستين صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه وقع فساد، وليست هذه بالخلافة الراشدة، بل عهد معاوية رضي الله عنه ليس بالخلافة الراشدة، بل هو ملك ولكن أعدل الملك، ومعاوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أبدا أن يطعن في معاوية. ومعاوية رضي الله عنه له من الحسنات والفضائل على هذه الأمة ما لا يمكن إنكاره، وما ينجبر معه ما قد يكون قد وقع منه من اجتهاد أو تقصير أو حتى ذنوب، وهم ليسوا معصومين من الصغائر ولا من الكبائر، ولكن لا لمعاوية رضي عنه ولعمر بن العاص ولطوائف الصحابة رضي عنهم في الجملة من الفضائل والدرجات والأعمال والجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام وتعليم العلم ما يغمر ما قيل عن مساويهم إذا كانت لهم هذه المساوئ وثبتت. كيف وهي لم تثبت؟ كيف وما ثبت كان فيه اجتهاد منه المجتهد المصيب ومنه المجتهد المخطئ المغفور له خطأه المتابع على اجتهاده، فلا يصح أن يذم معاوية رضي الله عنه. أما يزيد فلا شك في نقصه، ويعني أنه قد أتى يعني على أهل الإسلام بأشياء منكرة، كما سئل أحمد رحمه الله لما سأله ابنه هل تحب يزيد بن معاوية، فقال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل. وقعت الحرة دي كانت وقعة عظيمة جدا هائلة، قتل صحابة وتابعين وفضلاء وسفك دماء وسباح المدينة، أمر عظيم الخطر. قال فهل تلعنه؟ فقال وهل سمعت أباك يلعن أحدا؟ ولكن يزيد قائد أول جيش، نحن عندنا قضية الموازنة ده أمر مهم جدا، أول جيش غزا القسطنطينية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، كان هذا في حياة أبيه قبل أن يكون خليفة قبل أن يكون إمام، فله فضل في هذا الباب. لكن أم أن كونه قد أتى بمنكرات فلا شك في ذلك، وأنه ظلم لا شك أنه قد ظلم، وأعظم ذلك قتل الحسين بن علي ثم وقعت الحرة ثم التي وقعت بأهل المدينة، ويعني ما وقع من تلك حرمات، وكان فيها الواقع التي أدى يعني قيد الله عز وجل بعدها موت مسلم بن عقبة ثم موت يزيد بن معاوية. ولكن لا ينسى أن لهم إيه يعني محاسن في الجهاد في سبيل الله عز وجل، والله أعلم وأعلم. أما معاوية فالطعن فيه طعن ظالم، ومسبته مسبة الصحابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. زوجها يتعامل مع الجن، عندما تنصحه وتقول له أن ما تفعله محرم شرعا يقول إن سيدنا سليمان كان يفعل ذلك، كذب. سيدنا سليمان ما كان يتعامل مع الجن أنه يأخذ منه ما يعصي، بل كانوا مسخرين له، فسخرنا له الريح تجري يمينه رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص، فكانوا مسخرين. وأنت تكذب إذا قلت أن الجن مسخرون لك، تقول له كده، لأن هذا من مخصوص به سليمان حيث قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلو قال أنه يفعل مثل سليمان يبقى مكذب للقرآن، لأن القرآن قد نص أن هذا ملك لا ينبغي لغير سليمان، وهو إيه وهو تفسير الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالشيطان الذي أراد أن يقطع عليه صلاته، قال لو وهممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد فتذكرت دعوة أخي سليمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يربطه لكي يلعب به سليمان المدينة لأجل دعوة سليمان، فإذا كان هذا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فكيف يكون لك؟ فأما أنك تتعامل مع الجن بقى بالأخذ والعطاء فهذا هو الضلال المبين، وهذا هو الخطر الكبير، وأنه إنما يستعين بهم ويقدم لهم مقابل في هذا وهو من دينه وطاعته وتوحيده، فلا بد أن يتوب إلى الله عز وجل. كتاب مبسط في ذلك كتاب معرفة القبول فتح المجيد، على شك أن التعامل مع الجن بمعنى استخبارهم عن المغيبات والاستعانة بهم في قضاء الحاجات هو من أعظم أسباب الشرك والضلال. وننصح بقراءة تفسير ابن كثير في آخر سورة الأحقاف وفي سورة الجن، وقوله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
كيف تخرج زكاة العروض لمحل أدوات كهربائية أو قطع غيار أجهزة كالثلاجات والغسالات. 2.5% من رأس مالي من يخرجها قيمة، وإن لم يتأثر له ذلك جاز على أصح الأقوال أو جاز على أصح الأقوال مطلقا أن يخرج زكاة عروض التجارة من التجارة التي فيها بقيمتها، يخرج يدور على الكهربية ويديها الفقير إذا كان خصوصا إذا كان لا يملك مالا والبضاعة تبلغ النصاب، يديها له يدي له قطع غيار وهو يروح يبيعها بعد ذلك، الفقير يروح يبيعها. زكاة الغنم والإبل تذبح للفقراء أم تعطى لفقير وهي دون ذبح؟ تعطى لفقير دون ذبح، يأخذها حية. له ثلاث صورات أمانة يستحقها على ثلاث سنوات، هل يجب إخراج الزكاة عنهما قبل أخذهم أم بعد الأخذ؟ بعد الأخذ لثلاث سنوات أو لما مضى من السنوات، كل ما تقبض واحد طلع لما مضى من السنوات، المبلغ اللي هيقعد عليه ثلاث سنين تطلع عليه ثلاث سنين، اللي بقى سنتين بقى سنتين، ما يجبش الآن إنما يجب إذا قبضتهم لما توصلك. نعم المدين لو هو معسر يبقى ينتظر الى ان يقضي الله عز وجل عنه، يطلع لما مضى من السنوات حتى لو معسر، طالما انها وصلت في يوم من الايام يبقى تبين ان الفلوس دي مضاعتش. يقول هناك اخوة يقومون بفتح المقابل في معنى بالقرآن نصابين، يعني دجالين مش اخوة بالقرآن، مش لهم اخوة ولا بيفتحوا بالقرآن، دول بيقروا القرآن عشان يخدعوا الناس. القرآن بيفتح المقابل الفرعونية، نزل القرآن لذلك عباد الله كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياتي وليتذكروا اولو الالباب، عشان يفتحوا المقابل الفرعونية، برضو ده كلام يتقال عليهم اخوة دول. قالوا ايه كمان؟ ويقومون بدفع تلت منها كزكاة. ده الجهل المطبق، الزكاة عمرها ما تجب تلت في الركاز الخمس، دفن الجاهليه فيه الخمس ما يطلعش بتاع ده، ما يطلعش التلت، ما هياش زكاه. هل يجوز لسيدة ان تزور زوجها المريض جارها المريض مع زوجها؟ هل يجوز لسيدة ان تزور جارها المريض مع زوجها؟ نعم يجوز ذلك طالما امنت الفتنه، لان عائشه زارت بلالا رضي الله عنه وزارت ابا بكر، طالما امنت الفتنه جاز ان تزور، تكون في يعني في يديها المشروعه. و يقول هل عليها ذنب اذا لم تكن تعلم؟ اذا لم تكن تعلم ايه بقى؟ انها زارت مش تعرف يعني. لا هي ان شاء الله اذا زارته ومع زوجها وبلباسها الشرعي وكانت هناك امن فتنه فلا حرج عليها وهي ماذوره ان شاء الله. بوب البخاري عياده النساء الرجال، وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد، في كتاب الطب أو كتاب الأدب من صحيح البخاري، ها بدون مصافحة، بدون مصافحة، مصافحة محرمة كذلك إذا بشرط أن يفيد. ويجوز تزوره هو، أنت إيه تأثرها ليه؟ زارت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد، وزارت عائشة رضي الله عنها لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أغير منك، واخد بالك؟ زارت بلالا رضي الله عنه، والبخاري اللي جاب الكلام ده في صحيحه. يعني نتحرك مما ورد في الشرع ليه؟ خلاص قفلهاش. نقول الضوابط الشرعية، خمس فروض الحجاب، يبقى الحجاب لما فرض يبقى واجب إيه؟ الحجاب. لأن بلال زارته عائشة رضي الله عنها لما جوا المدينة أول ما أصابهم يعني حمى المدينة، لكن بعد يعني بعد ذلك إيه اللي حصل؟ ما وردش المنع من ذلك، لكن ورد المنع من الإيه؟ من التكشف، فيبقى الحجاب هو المأمور به. والده يتعامل مع البنوك الربوية، حكم الأموال التي تلزم مصاريف زواجي وهو الذي سيزوجه من ماله.
إذا كان له من رأس المال ما يعني يكفي هذا المال فلا حرج عليك. وأما إذا كان يعني لابد أن يأخذ من هذه الأموال الربوية في جهازك أو في مصاريف الزواج فأنت تخرج يعني هذا هذه النسبة المحرمة في مصالح المسلمين. حكم الدخول في مشروع تجاري من هذه الأموال، من أموال الأرباح لا تفعل، وأما من رأس المال أو المختلط فيمكنك أن تفعل. والأسئلة الأخرى كثيرة جدا فنؤجلها المرة القادمة إن شاء الله، وكفاية أسئلة شهر الورد. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.